احب اسال ايه الخطه لوجود منظومه متكامله لدعم مشاريع الشباب؟ ده سؤالي، لان احنا شفنا الفتره اللي فاتت وجود اللي هي القروض اللي بتاعه 5%، حاجه ممتازه جدا، ولكن كان ينقصها ان القطاع المصرفي يكون مؤهل ان هو يتعامل مع مشاريع الشباب. حضرتك قلت من 4 سنين انك انت محتاج تفويض من الشعب علشان تحارب بيه الارهاب. طيب والشعب نزل وفوت حضرتك، ومع ذلك كل يوم في ارهاب وفي موت. انا بس عايزه اعرف السياحه في بلدنا هتوصل لايه؟ حضرتك تعمل معاش للطبقه الفقيره، بتعمل لهم سكن اجتماعي. طب بالنسبه للطبقه المتوسطه احنا ايه؟ حضرتك مش باصص لنا ليه؟ لغايه امتى نبقى خايفين نروح نتفرج على ماتش كوره؟ يعني عايزين نبقى في عوده للجماهير. ممكن امتى اقتصاد العدل؟ امتى هنحس ان في اختلاف فعلا في كل حاجه بتحصل حوالينا؟ بعد عمليات الاصلاح الاقتصادي الكتيره ديت، هل سعر الدولار فعلا هيبدا ينزل؟ حضرتك وعدتنا ان احنا نصبر معاك سنتين، وكنت قلت لنا قبل كده في مؤتمر ان مفيش الغلاء، محدش هيبص ليه، ومش هنبقى في اسعار هتغلى ولا في الكلام دوت. النهارده الحاجه بتزيد، النهارده البنزين زاد، الاسعار غليت، الزيت زاد، السكر، كل حاجه، احنا مش عارفين نعيش. ده قالوا كلام كتير، لكن انا هبدا بتفويض الارهاب، لان ده كان اكتر موضوع الناس تسالت فيه كتير. اتفضل. المصريين، بكررها تاني، انتم اللي رحتوا الساحل وسبتوا وحصل اللي حصل. انا بتكلم بجد، وجات النتيجه كده، ولما جت النتيجه كده قلت لا احنا مش هنكمل. انتوا بتعملوا كده، تحديتوا اقوى تنظيم في العالم. بالمناسبه اللي انا بقوله ده في ارتباط بالسؤال الاولاني خالص، اول سؤال اتسال بتاع الدول الداعمه للارهاب والكلام ده، في ارتباط. خلي بالكم، هو تفتكروا انه في دول النهارده بتحكم من هذا التنظيم، وكان مطلوب استكمال ان المنظومه كلها تبقى، المجموعه كلها تخش مصر ودول اخرى، انا ما بحبش اجيب اسماء كتير، يعني تبقى ضمن الموضوع ده، ضمن الفكره دي اللي انا بقول انها غير قابله للنجاح، الفكره دي غير قابله للنجاح. الدليل على كده ان احنا ما استحملتش اكتر من سنه في مصر. ارجع بقى تاني، فاحنا لما انتوا عملتوا كده، يعني ساعات الانسان يعمل حاجه ويكون تقدير وردود افعالها اقل من المتوقع. فالمسؤولين والقائمين على امر ما لازم يقولوا للناس بشكل مباشر، خلي بالك اللي جاي صعب، عشان ما يقولكش ايه احنا ما كناش متفقين على كده. احنا ما كناش متفقين ان احنا لما نعمل الحركه ديت تكون النتائج كده. فكان لابد يبقى في رساله مباشره، وما كانش في اليات اخرى تتيح لي ده غير ان انا اطلب من الناس تفويض مباشر. في يوم 24/7 قلنا خلي بالكم انتم رايحين باللي انتم عملتوه. ما هو حاجه من اتنين، يا انا اللي عملته، يا اللي انتم اللي عملتوه، يا اللي عملنا احنا الاثنين، اختار. صحيح. يا مصريين، يا انتوا اللي عملتوا ده، يا اللي انا عملته لوحدي، يا عملنا احنا الاثنين، اختاروا. طب كويس. نتائجه ايه بقى؟ نتائجه ان هيبقى في رد فعل. فهمهم كده، ردود افعالهم كده. رغم ان هم لو كلمه الايه الكريمه اللي بتتقال مالك الملك لو تعرفها، ايه سلم. ماشي خلاص، شكرا. مش عايزين، شكرا. مش كده ولا ايه؟ حد يقود ناس غصب عنهم؟ حد يحكم ناس غصب عنهم؟ ايه ده؟ انا اقعد على كرسي ده يوم ضد رغبتكم؟ لا والله ما يكون. ومن غير ما تقول لا 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 سلام عليكم. صحيح. فانا مستغرب من رد الفعل، بس انا عارف ان هيبقى رد الفعل كده. فقلت لكم يا مصريين، خلي بالكم احنا رايحين على مرحله صعبه، تدوني تفويض للموضوع عشان نبقى الموضوع. طب لو ما كانوش تدوني تفويض،
يبقى في كلام تاني. طيب المواجهة اللي بدأت من بعدها أو ساعتها، هل يا ترى معدلاتها بالنسبة لمصر طلع كده؟ يعني العنف والإرهاب المحتمل اللي اتكلمنا عليه بيتصاعد في مصر ولا بيتناقص؟ قدرتنا على السيطرة وفرض الاستقرار الأمني بتزيد ولا بتقل؟ انت عايز يعني اكنك قفلت التلفزيون يعني تك الارهاب خلص؟ يعني هل ده معقول؟ امال الناس اللي موجودة دي بتعمل ايه؟ والناس اللي بتدفع دي بتعمل ايه؟ والتنظيم ده بيعمل ايه؟ فهو بيقلمنا، لكن احنا كل يوم بنحقق نتائج افضل. وزي ما بيقولوا كده، الضربه اللي ما بتموتناش بتقوينا، واحنا الحمد لله رب العالمين في هذا الامر. يعني احنا موجودين دلوقتي وانا بكلمكم كده في شغل بقاله 15 يوم في سيناء، يعني المفروض المفروض ان يعني الاعلام يغطي ده عشان الناس، مش عشان حاجة. احنا دلوقتي تقريبا كل يوم من 10 ل 12 عربية جايين من اتجاه الحدود الغربية بيتدمروا. انتوا لازم تكونوا عارفين دول كانوا هيخش يعملوا معانا ايه. اللي عليهم متفجرات، اللي عليهم اسلحة، اللي عليهم مقاتلين هيعملوا ايه؟ الناس اللي بتسيب دلوقتي بعد الموقف اللي في سوريا والعراق، الناس دي هتيجي على فين؟ هتيجي على ليبيا، ومن ليبيا على فين؟ مش انتوا اللي وقفتوا ضدهم؟ يعني ببلاش كده. فاحنا يا ترى الموقف بيتصاعد ولا احنا بنتحسن؟ اتصور ان احنا بنتحسن وسيطرتنا بتزيد وهتزيد اكتر، وهم هيفضلوا كده لفتره طويله. يا رب يهديهم ويقتنعوا ان احنا ممكن نعيش مع بعضنا بدل ما احنا نتقاتل. احنا مستعدين نقتلهم. انا بالنسبة لي لا اتردد ثانية في مواجهتهم بمنتهى الحسم وبمنتهى القوة، لان اللي بيحصل منهم ده ما يرضيش ربنا قبل كل شيء، ما يرضيش ربنا قبل كل شيء. والاخ اللي قال احنا يعني اديناك تفويض، يعني بقول له لا، احنا بنتحسن وماشيين كويس قوي، بنتقدم وهنتقدم اكتر من كده، وكل حاجه بنوجد لها حل، كل حاجه بنوجد لها حل. بس طبعا ولادنا واسر مصريه اللي هي اسر شعب مصر، سواء كان من الشرطه او الجيش او حتى المدنيين اشقائنا المسيحيين او ده او ده، كل ده محاولات لاضعاف روحكم المعنويه. اوعوا، كلنا ننتبه، كلنا ننتبه، كل مواطن مصري بدون تمييز ينتبه، يخلي باله من أولاده، يخلي باله من بناته، ويخلي باله من أي حاجة مش طبيعية بلغ عنها. لأنك أنت، إحنا في مواجهة، مش مواجهة دي بين الدولة أو بين الحكومة وبينهم، دي مواجهة بين شعب مصر وبينهم. دي النقطة الأولانية. في حد بيقول اديت معاش يعني للاسر المحدوده وعملت اسكان اجتماعي، طب فين الاسر المتوسطه؟ خلي بالكم، احنا يعني انتوا فاكرين الموضوع ده هيستمر قد ايه؟ اللي احنا فيه ده استمر قد ايه؟ هو حد يكون فاكر حدود له 10 سنين ولا 5 سنين ولا حاجه؟ احنا ماشيين. انا عايز اقول لكم على حاجه، يعني تفتكروا الاحتياطي بتاع البنك المركزي؟ يعني مش هعلن حاجه دلوقتي، يعني كام؟ الشهر ده؟ مين اللي قال 35؟ طيب على كل حال اقصد اقول يعني اجابه قد تكون قريبه جدا. احنا صحيح اجابه 35 مليار، احنا كنا لغايه
اقصى رقم وصلنا له في تاريخنا 37 قبل احداث 2011 او احداث الثوره، وتناقص مننا وفضل حد كان يتصور من 10 شهور ان انتوا هتبقوا النهارده موجودين في 35 مليار دولار. وهم بيقولوا لي في الاعداد اللي احنا بنعملها بتاعت المجموعه المصغره ديت اللي بنعملها كل اسبوع، فبيقولوا لي مش سعيد؟ قلت لهم لا. فقالوا لي طب عايز ايه؟ قلت لهم انا عايز 350 مليار. عايز 350 مليار دولار. لما في 350 مليار دولار في الاحتياط البنك المركزي هبقى انا مطمن. فانا عايز اقول لا، احنا ماشيين كويس. والحاله الصعبه دي هي دي كانت اقصى ما يمكن تقابله. نتيجه ان احنا سيبنا الموضوع ده فتره كبيره جدا جدا، وبعدين ابتدينا دلوقتي او قلنا لا هنواجهه بيكو يا مصريين، والنتائج هتكون لينا كلنا. دولة قوية قادرة بفضل الله سبحانه وتعالى على انها تعمل مستقبل اكتر. بس خلي بالكم لكل اللي بيسألني الموضوع، لما انا قلت لكم في الترشح موضوع بيني وبينكم، يعني عمل مشترك. انا بحاول اعمل اللي عليا، يا ترى انتم بتحاولوا تعملوا اللي عليكم؟ السؤال عندكم والاجابة عندكم.